هي حكايه يعني. انا تقريبا من ساعه مواعيد على الكوره واعتقد حضرتك كمان اسمع دائما عن ازمه في مستحقات الحكام، اتوقع ان انت نفسك عانيت منها وانت بتحكم عادي جدا. طبعا طول الوقت ازمه في مستحقات الحكام، اكتر ناس المفروض بين قوسين يعني تبقى مرضيه وتبقى مرتاحه وهي بتشتغل مش عندها اي مشاكل هم الحكام، عشان انت محتاج تركيزه 100% مش محتاج تشتته خالص. ليه قصه ازمه مستحقات الحكام عرض مستمر من سنوات طويله؟ خليني بس اقول في البدايه، انا ممكن اوقف حكم لو غلط، ممكن ما العبش حكم لان مستواه، لكن ما اقدرش اعاقب حكم عشان جاي يقول عايز فلوس، ده حقه 100%. خلينا اتكلمك بمنتهى الامانه طبعا، يعني لابد من حلول، صح، ويمكن احنا حلينا الفتره اللي جايه فلوس الدوري الممتاز، هايل، راحت الرابطه، فخلاص الفلوس هتبقى موجوده ليهم، ممكن ياخدوا فلوسهم كل شهر مفيش مشكله فعلا. طبعا دي خلاص. والمتاخر خلاص خلص؟ لا لسه لغايه دلوقتي في بعض الفلوس ما خدوهاش في الدوري الممتاز، لكن القسم الثاني من اول ممتاز به ونازل كله خد فلوسه القديمه، كله خد، والجديد هياخده بقى، لكن الدوري الممتاز والرابطه السنه اللي فاتت والسنه دي لسه ما خدوش فلوسه خالص. لا لسه، ودي شهور طويله يعني. يعني في حوالي بتاع يمكن حوالي 18 20 اسبوع، لكن زي ما انا سمعت فلوسهم موجوده، ايوه، وفلوسهم السنه الجايه موجوده، لكن خلينا ندور على الغلابه اللي بيلعبوا القسم الثاني والثالث والقطاعات والحاجات دي كلها. لا يعني انا اتحاد الكوره الناس محترمه، المجلس بالكامل، استاذ وليد العطار ما بتاخروش، لكن لازم نشوف حلول، صح، لان انا متداخل كتير مع حكام. لا، في ناس حكام ظروفها الماديه صعبه، في ناس ما معاش فلوس تسافر، فلازم تتحط حلول يا جماعه. احنا بدانا موسم جديد، وانا بتكلم وانا مسؤول، يعني انا ممكن واحد يقول لك يا عم انت، لا انا بتكلم وانا مسؤول، لان دي حقوق، ما ينفعش اقول لك لا نخليها السنه الجايه او ناخر، لان الناس عندها التزامات. شوف حضرتك بتقول لي الحكام اللي تحت اللي هم الغلابه، طبعا لا، انا في رايي انه كمان الحكام كلهم اي واحد ليه جنيه حتى لو هو مقتدر وعنده فلوس وكل حاجه هو بينزل يلعب ويشتغل عشان برضه عايز فلوسه بحبا في التحكيم، عشان كده قلت لك دي حقوق ناس، فاللي هو كده ما يعني كله المفروض ياخد حقه. فاحنا كنا خلصنا الدوري الممتاز، لابد القسم الثاني والثالث يبقى ليها نظام. هل ممكن فلوس تروح المناطق ويصرفوا من هناك، او الاتحاد يصرف كل شهر؟ ويمكن احنا مرينا بفتره، يعني انا او الفترات اللي كان فيها برضو مهندس احمد مجاهد كانت الفلوس بتصرف باستمرار هنا، يمكن عشان الاتحاد لما جه كانت في مديونيات وفلوس وبتاع، واشتغلوا في ظروف صعبه جدا، صح، فدي عملت مشكله، صح. لكن اتمنى ان مع بدايه الموسم يبقى في حلول بسرعه، ممكن اسال عشان ما يحصلش تراكمات. ممكن اسالك سؤال، هل انتوا كلجنه حكام قدمتوا حلول؟ يعني قلت مثلا والله عشان نحل الازمه ديت؟ انا قدمت، يعني انا كلمت وقدمت حل، ان حل الازمه الفلوس من الانديه، وانا رايي كده، كنت لسه اقول لك ده حل مثالي وسهل يعني. هي لا تاخد من كرامه الحكم، والحكم النظيف المحترم هو في كل مكان هو نظيف ومحترم. احنا لما بنروح افريقيا بناخد فلوسنا، لما كنا بنلعب بره مصر كنا بناخد فلوسنا، لكن تتحط قواعد، يعني مثلا تقول لي ان المراقب يستلم فلوس الحكام قبل المباراه، ما تخليش حكم يستنى اداري ولا بتاع، المراقب اللي رايح ياخد فلوسه وفلوس الحكام، وتدفع بقى مثلا فلوس الحكام مقدمه للانديه باي طريقه، دي هتشيل مشكله كبيره جدا. طب ممكن اقول لحضرتك صيغه ثانيه؟ اتفضل. هو ليه الفلوس دي ما تتحولش على اتحاد كوره مثلا مع مستحقات الانديه اللي بياخدها اتحاد الكوره في نسب، مش عارف نسب عقود لاعبين ونسب مش عارف ايه من الانديه؟ انت والله في نسبه معينه او في رقم معينه، ده بند الحكام، انت بتدفع رقم في اول السنه او في اخر السنه او في نص. وده بيحصل مع القسم الاول. بيحصل كده. ده عشان فلوسهم بتيجي كده. لكن الاقسام الثانيه في انديه ظروفها الماديه، وفي انديه مش يعني بتتفاوت بقى كل ما تنزل. بس اللي تحت ده بقى حضرتك قلته دوت خطر جدا في حاجه. هتلاقي الحكام بقى بيتلموا حوالين المراقب، والمراقب مستني ياخد الفلوس من الانديه، وتلاقي كابتن انا دلوقتي قبل المباراه، لا هي موضوع سهل. انا قبل المباراه بيروح هناك في ايصال بيتكتب وتتبعت منه صوره من الايصال لاتحاد الكوره او لجنه الحكام. هايل. يعني هو ما بيطلبش حاجه لنفسه او حاجه زياده، ده حقوق وياخد حقه، علشان بس ما يحصلش تراكمات، صح. لان احنا شهر ورا شهر ورا شهر، صح. بيبقى المبلغ كبير جدا، صح. انت بتبقى مشفق يعني على قد ما انت مع الحكام، لكن مشفق على الاتحاد، المبلغ ما يوصل 27 مليون في ظروف صعبه، فيجي اتحاد الكوره يقول لك طب ما معيش فلوس، فطبعا الاتحاد بيبدا يدفع على مراحل. يعني السنه اللي فاتت لما دفعوا جزء كبير جدا، صح، وبصراحه يعني كل الشكر والتقدير لاتحاد الكوره، لما الازمه كده لا بداوا يصرفوا وبداوا يتحركوا، صح. احنا مش عايزين كل سنه كده، عايز الحكم يروح نفسيا ومطمئن ان فلوسه موجوده، حتى لو ما خدهاش من النادي يبقى كل شهر تروح فلوس الحكام. ممتاز.